نعرف به. انا شخصيا ما نعترفش بهذا الامر. وبالصوت اللي سمعوه ربما اصوات خارجيه باسكو كاين موراها يقدروا يجوزوا لي زيتيديون يقدروا يجوزوا خدامين. لا لا في الليل لي زاجون اللي كانوا يعسوا فيه هما اللي سمعوها ما حبوش يقولوا. حيوانات من ماريكاج هذا بارايت ما كاش جون ليزي ما والو يقرا في المدرسه الوطنيه العليا ديال الاعلام الاليه زيتيديون كانوا حاجه غير 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 منطقيه ما تامنيش بهم. رايي الشخصي يبقى رايي الشخصي. ميرسي يعطيك الصحه. هما راقدين على زوج تاع لي سمعوا اصوات غريبه وعياط تاع مراك وما فهموا والو حتى تزنزلت بهم كامل الدنيا شتي هربوا يجروا دوك دراتي كاين منها كاين جنون فليزي يعني تحيري كيفاش واش نقول لك انا شغل حاجه هذه حاجه باينه شغل كاينه تقدر تصرا وكاينه ما تقدرش تصرا بصح هما كيسمعوا هذا الاخر يعني علاش هذا اليامات اللي جازوا ما سمعوش ما هضروش بالك ما تعرفي بالك يعني واش هم يهضروا كاينه منها هما رجال كما عبك هربوا كما يجروا كما كما يقولوا رجال ماشي كما انت لا لا صافي انت اللي خوافي من الرجال مهما سمعوا اي حس ولا سمعوا حاجه شغل تديروا الكوراج راحهم هما كانوا خمسه وكي سقتيناهم في خمسه في خمسه جاوبوا نفس الجواب يعني على بالك صح قالك زوج كانوا راقدين هربوا ما فهموش فتحوا الباب ما عرفوش كما كيف هربوا مليتي والاخرين مع الاول كانوا نايضين سمعوا هذيك الزنزله تحيري مالي تقدر بالك تصرا تقدر ما تصراش حاجه واحده كما قلت انا جامي يعني سمعت منها راني عندي 50 هنايا ولا 4 سنين جامي سمعت هذا الخبر وكما راهم يهضروا كما نقول لك واش حاجه واحده بالك كما قلتي كاينه منها ما بيد هربوا دوك ما فهموش لا جنون ولا حاجه راهي مخبيه في اللاك تاع ليزي بصح واش يكون مخبي زعما هكذا ما نعرف انت واش رايك واش هو مخبي بالك كما يقولوا هذوك الناس لا بون قبت زعزعت بهم هذه حاجه بالك ضربت زلزله مي بصح عالم الجن انا فور موا كاين منه باسكو اكزيستي في القران الكريم كاين كاين سوره اللي ربي سبحانه نزلها هي سوره الجن لكن ان نقولوا ما نرقش هذيك البلاصه باسكو فيها الجنون ولا ما ندخلش هذيك البلاصه باسكو فيها الجنون ولا هذه الاشياء الواحد ما لازمش يديرها باسكو العقيده تكون عقيده صحيحه اننا نخافوا من ربي سبحانه برك ما نخافوش من مخلوقات واحده اخرى حاجه واحده اخرى هو الانسان يحصن نفسه برك وكيف تشوفي تصرف تاع ليزاجون اللي هربوا خارج المدرسه وهما ماهم يعسوا المدرسه هربوا كامل من المدرسه بالك الايمان تاعهم ضعيف برك اون فوا الواحد يحصن نفسه باذكار الصباح والمساء سي سور حاجه ما راح تصرا له ميرسي يعطيك الصحه حنا شي ديال الزنزلة بارك الخلعه دارت لهم هكذاك خرجوا شتاع ديالي شوفي انا عندي حاجه اش الخوف من رب العالمين الامورات هذه الايمان تاعك يكون قوي نورمالمون الامورات هذه ما باش نطلع للجبل نهبط نمشي بارتو الحمد لله ما في الجبل ما طلعتش أمورات غيبية دوك تي مادام راكي مؤمنة تامني بوجود العالم لا لا أنا أنا بون نامن به بصح مذكور في القرآن نامن به بصح أنا شغل جامي شتو كاين منه صح
هادو لي زاجون قال لك تنزل بينا القبة اوندي دزت مال العياط من كل جهة، كاين وحدة مريضة ما جاتش داوها المرقي والله يديوها بشوية يا شيخ واش مرقية ما فهمتش قال لك الخلعة تأمن بلي انا نامن بالامورات هذه اسمها مادام راني مسلم راني نامن بوجود عالم الغيبة عالم الجن صحيح الاشكالية راهي في كما نقولوا التواصل بين عالم الجن وعالم الانس كيفية التواصل هذه ولا هذه اللي شوية فيها مشكلة وجهات اراء بزاف هذه مشكلة تيماجيني اني ماجينيها بارتو انا العالم العالم الاخر والعالم هذا هذا ما يمنعش ان المدرسة الوطنية يكون فيها جن وبعد اسمعوا ما هو سمحتوا بها كاملة ماشي نهضروا في الايديان تكون اه ما كنتش هنايا حيت ما سمحتش بها خاطر ليك هكا نسمع بها اليوم لا لا غادي نسمعها ما حبوش يقولوا ما حبوش يقولوا لي زيد اليوم سمعوا فيها العياط سمعوا فيها هكا تهزت بيهم ولي زاجون كاين واحد دا مريض معاك ولا هادي هنا لا جو بونس با باسكو راه حنا حنا لي توجور رانا هنا في الليل بالك حنا هما لا ترى فيها جنون لا جو بونس با باسكو رانا شاك جور انا شاك جور بريسك حتى 7 8 ساعة حنا هنا ما كنا احنا والفونا بقى مشبوكو صح؟ بلك جمعوش ما راح يديروا الحرام ولا بالكم ما يديروهم باش ما يديروا السياج تاعهم تماك بالك انتوا درتوا هذيك الكلاب باش ما يديروا السياج تاعهم بوني خمنا شي بوني ديالي لا هذاك هو التجهيد اه طبعا هو هذا هو ما سمعناش فيها كامل هربوا صات كيف تعال واش واش مليون انا سمعنا ولا جورني اكزاكت كاباب شغل نفكروا شكون اللي كان هنا في الليل لا ما يعرف بالك نهار اثنين نهار اثنين في الليل صار بالثلاثه الصباح هذيك لاجو ما بقاوش هبل شغل رغم امرين ما بلي ما نضحك عليك هذيك مانيش نضحك لو كان انت كنت بلهنا تهرب نعرضوا يكونيكتي شويه لا مش بعيد عليكم بالك بالك يكون تخلى ما تبدلوش ديال الرادو او كاش ماركيش معلومه اللي جايه جاوز كنجدد جاوز بان نديو لهم من ماما بالك كيف نسمعوا في الكلوب باك ولا عجبهم في الحال حيت راهو يكون بين لا 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 معليش احنا كثر عليهم تما عميليني تما عندي سيدي 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 حيت سمعنا في الحكايه هذه كامل مات بها انت مخبيها القبة تاع عيني هزت بلي لاجون واحد لاجون مريضة في حال مشى هنا تا السي في احب هذا الكلام كامل مسكونه كانوا راقدين وكانوا راقدين يعسوا في الليل حتى سمعوا واحد نادوا هربوا كامل واحد لاجون مريض في حاله شفتش مش جن عندهم ازمه سكن والله مرضت امام مالكم اش يدخل تكون قدرة تكون ايش قال عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن انا قلت لك وانت قلت لي بيبي بالاحمر ايه دوي بالاحمر شكون الاحمر ها مختفرت انا شوري ما ادري انا شوري الاحمر فيها ما يدي تنفعليني اما يدي بالاحمر ماشي فيها ايوا اه كون جا بروبليم في بيبي وتحمل في الزنانه ما تصير بلاصه مياد هذا أزمة تكلم صعيب هذا أزمة تكلم لا حبيت نشرح لك نورمال مول ليكول كامل سمع بها كيما انا عرفت سمعتوا بها ولا لا تعرف القبه تاع ليزي القبه تاع ليزي اه
هذيك في قبه عليتي كانوا فيها اربعه لي طاج كانوا ثلاثه كانوا قاعدين وواحد كان راقد نهار ثلاثه لي فاتت على زوج تاع الليل تهزت بهم القبه سمعوا العياط من كل جهه وهربوا سامي يكونوا فيها جنون اوكيني ديما لا ولا حكش حاجه خرجت دماغي كاش هذاك جنون بروبابلمون يقراو معاكم جنون هنايا هما دوكا كاين منهم بصح نتوما في رايكم معنا وحده وفلوبيتال معنا وحده وفلوبيتال